تحت الرادار تنشر معاريف الإسرائيلية نقلاً عن موقع والا العبري وبقلم الصحفي المعروف صاحب أدق التسريبات الاستخبارية بارك رابن، وفي عنوان ملتهب رئيس الأركان علي في يلتقي نظراءه من الدول العربية في البحرين. هيتسي علي في التقى بداية الأسبوع جنرالات كبار الجنرالات من البحرين والإمارات العربية المتحدة والأردن والسعودية ومصر لمناقشة التعاون الإقليمي في مادة الأمن رغم الانتقادات العربية على إسرائيل. هذا اللقاء السري جاء تحت إشراف إيريك كوريلا قائد سنتكوم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، وهو إشارة لمواصلة المفاوضات بين إسرائيل والدول العربية. اللقاء جاء على أساس قناعة أمريكا بالتعاون العربي الإسرائيلي كما حدث في منتصف أبريل مع الهجوم الإيراني، وشمل هذا التعاون الأقمار الصناعية للسعودية والأردن. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. اليوم يصبح الوضع مكشوفا إلى أبعد حد، فإسرائيل تؤكد اليوم أنها التقت برؤساء الجيوش العربية مصر، السعودية والأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة في مأزق جديد. يمكن الحديث اليوم عن تعاون على مستوى الأمن يبدأ أولا من الأقمار الصناعية تجاه الأهداف التي تضرب إسرائيل من خارج إسرائيل، بمعنى حماية إسرائيل جوا فضائيا على وجه التحديد، وباستغلال الأقمار الصناعية الأردنية والسعودية. وهذا أمر قد يدفعنا إلى التساؤل حول مشاركة الأقمار الصناعية في اغتيالات داخل لبنان، وهذا أمر متوقع أيضا بالنسبة لإسرائيل اليوم وهي تقصف في سوريا كل الأهداف الإيرانية في سوريا. وكما كان الأمر عليه في منتصف أبريل، فإن اليوم أيضا يمكن الحديث عن استغلال الأقمار الصناعية السعودية والأردنية من أجل عمليات في سوريا، ونتيجة الأمن وتوسع الأمن الإسرائيلي الذي يضمنه الأردني والسعودي. فإن الأمر اليوم أصبح مكشوفا إلى أبعد حد. من جهة أولى هناك إقفال لصفحة غزة، وما وصل إليه الجيش الإسرائيلي باركه الجيش المصري، وحسم هذا الوضع تحت بنود كثيرة وباتفاقيات سرية جديدة، وانتهى هذا الوضع. انتهى الوضع من داخل اللجنة العسكرية، وهكذا فإعادة احتلال فيلادلفيا أصبح الانتشار بخصوصه مختلفا. فعبر اللجنة العسكرية المشتركة المصرية الإسرائيلية أعيد احتلال الشريط الذي يسمى فيلادلفيا. هذا الشريط اليوم الذي تقاتل من أجل المقاومة الفلسطينية هو أساسا مرر بشكل واضح وتحت نقطة قد نقول عنها إنها نقطة انتشار متفق عليها في اجتماع البحرين، وتثبيتا لما حدث في اللجنة المشتركة. وبذلك فقد طوي ملف غزة بالنسبة للجيش المصري وللدولة المصرية، وهذا وضع قد يعطي انعكاسات مستقبلا، لأن هناك هزات تحت هذه الصفقة، أرضية هذه الصفقة هناك من يعارضها. على أي إذا إقفال موضوع غزة بالنسبة لمصر أصبح باتفاق جديد وحاسم واتفاق أمني على مستوى إقليمي. المسألة الثانية، المشاركة السعودية أصبحت عسكرية، يعني التطبيع العسكري والذي بدأ منذ شهور قبل 7 أكتوبر كان هناك تطبيعا على مستوى العسكري. المؤسسة العسكرية أمرها يختلف بشكل جذري عما عداها، واليوم هناك مثل هذا التطبيع بحضور جنرالات
المملكة العربية السعودية إلى قمة البحرين، والبحرين هي التي استقبلت القمة العربية، وهي اليوم تمرر باسم العرب وباسم هذه القمة، تمرر ما تريده سنتكوم، القيادة المركزية للقوات الأمريكية عبر إيريك كوريلا وجميع استراتيجياته، وهذا أمر حاسم إلى أبعد حد. المسألة الثالثة، الأمر يتعلق بالبحرين والإمارات العربية المتحدة والأردن. والأردن كما هو معلوم فإن مجرد مشاركته عبر الأقمار الصناعية وجميع ما لديه من قدرات أمنية في صالح الأمن الإسرائيلي، وحسم هذا الوضع نهائيا بالنسبة للأردن لسبب بسيط جدا. رغم التدهور الذي يقع اليوم في الضفة الغربية وهو ما أشارت إليه نيويورك تايمز، وبأن الأمر في الحضيض ووضعية الضفة الغربية بشكل قياسي صعب للغاية، فإن هناك الأردن الذي أقفل موضوع غزة من أجل إقفال موضوع الضفة. لكم غزة ولا تناقشوا الضفة لأن الخوف من ترانسفير لا أقل ولا أكثر، والأمر كله في حدود عدم نقل أي فلسطيني من خارج غزة أو من خارج الضفة الغربية. وما عدا ذلك فالكل متفاهم حول باقي النقط، التعاون وغير التعاون، الحرب ضد إيران، ضد خيار المواجهة مع إسرائيل، كل هذا أصبح محسوما في هذه النقط التي تحدثنا عنها. إذن أمامنا تطبيع عسكري سعودي، ثانيا الأقمار الصناعية السعودية لخدمة أمن إسرائيل، المسألة الثالثة رئاسة أركان مصر في البحرين من أجل تسوية تسمى بين قوسين عربية في مقابل إيران. قول لهذا التحالف اليوم الأمريكي الإسرائيلي العربي من خلال سنتكوم، من داخل سنتكوم ومن خارجها، كل هذا يضعنا أمام مستجد أساسي ومركزي، أن كل ما نعيشه من محاولة امتصاص الغضب العربي الشعبي من جرائم إسرائيل، فإن هناك تفاهمات تجري اليوم وأمامنا محاولة لدعم كامل عربي على مستوى ضرب إيران. ولن تضرب إيران إلا إن ضرب قلب إيران في المنطقة، حزب الله. لذلك فإن هذا التموقع الجديد الفوري، والذي لم نستبعده على الأقل بالنسبة للحاج أبو طالب وما حدث من اغتيال، فإن هذا الاغتيال تم مباشرة بعد الرد لحماس والجهاد كما هو معلوم، رد إسرائيلي فوري. ولكن المهم أن التغطية العربية لفتح الجبهة ضد حزب الله قد تكون بمثابة أولا حرب أرادها ودعمها الخليجيون في وقت سابق ضد حزب الله، هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن هناك ما سمي بالرقم السني الذي يحاول أن يضع أيضا هذا التحالف العبري السني ضد ما هو شيعي بين قوسين، وهذا له أصوله انطلاقا من المعلومات المسربة من داخل سوريا نحو إسرائيل مباشرة لقصف أهداف إيران وأيضا لحزب الله. وهذا أمر عادي، إذ اليوم رغم أن حزب الله وإيران تقاتلان مباشرة إسرائيل إلى درجة أن إيران يقول أحد كتاب فلسطيني الآن بأنها لا تدعم المقاومة بل هي المقاومة، فإن اليوم هذا التقدير باتجاه دعم إسرائيل مباشرة ضد الأهداف في سوريا، الأهداف التي ترتضيها سوريا، فإن هذه العملية اليوم عملية مباشرة مصحوبة بالأقمار الصناعية وأيضا بالمخابرات فوق الأرض ومن جهات أخرى، وهذا هو المهم، أن تسريب المعلومات أن هذا الأسبوع
ما يسمى بأسبوع البحرين، ووصل فيه إلى حد تسليم الصور وتسليم كل ما يشوب بين قوسين الأمن في السعودية وفي البحرين وفي غيرها. الأمر يتعلق بتسليم صور مباشرة وعبر الأقمار الصناعية وعبر ما توصلت إليه المخابرات السعودية وغيرها من هذه المخابرات في مقابل نقل ما لدى الأمريكيين والإسرائيليين وبشكل مفتوح لكل ما يعتقد أنها تنظيمات شيعية من داخل البحرين أو الإمارات أو أيضا في السعودية. إذن هذه الصفقة في أسبوع البحرين وهذا اللقاء هو الذي أطر بشكل مباشر مثل هذا الاغتيال، ويحاول الجميع إقفال موضوع غزة، لأن حزب الله اليوم يدفع دفعا نحو إقفال هذا الملف كما أقفله رؤساء الأركان العرب في البحرين إلى جانب كوريلا وإلى جانب عليبي وهكذا. فمثل هذه الوضعية الآن وضعية خطرة لم يمر بها العالم العربي في الفترة السابقة. هذا يعني مباشرة أننا أمام اعتبارين حاسمين إلى أبعد حد. فمن أين تأتي المعلومات إذن وأمامنا استمرار لحرب 2006 والثار 2006 ضد حزب الله؟ والآن هناك الفرصة الذهبية، لأن التسليم لإسرائيل بغزة يساوي تماما التسليم العربي بالحرب على لبنان، وهذا قد يكون الجزء الخفي من هذه المعركة. إذن أمامنا هذه الصفقة السوداء في واقع الأمر، وأمامنا وضوح كبير جدا يتحدث من خلاله الإسرائيلي، وهذا جزء من الضغط الذي يمارس ضد حزب الله. وقاله صف الدين عندما أكد وبشكل واضح أن هناك ضغوط من أجل تعديل الموقف، لكن ما قطعه حزب الله لصالح المقاومة في غزة حتمي حسب تعبيره، وبالتالي فإن اليوم هناك صفقة خفية وحاسمة بدأت أساسا في واقع الأمر من اعتراض ومساعدة إسرائيل على نسف الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، وهذا الذي تتوعد أيضا إسرائيل بحماية أو المشاركة على الأقل في حماية أي نظام عربي من إيران وأي هجوم إيراني. كل هذا جاء من خلال هذه الصفقة الذهبية. لكن على العموم فإن هناك اعتماد أساسا الآن على المشاركة الإيرانية البحتة. الروس تركوا إيران، وأيضا بالنسبة لجميع الحلفاء، وهناك المسافة صفر التي يقطعها نظام بشار الأسد، وهناك فقط المقاومة داخل غزة وحزب الله وباقي الجماعات في العراق وفي اليمن. وهذا هو الأسلوب الذي قد يتحول مباشرة إلى المرحلة الخامسة، وهنا الخطورة أن تتحول هذه الحرب إلى استنزاف عربي وأن يفقد فيها العالم العربي بوصلته، وهذا الذي تريده إسرائيل تماما، بأن القصف على القواعد الأمريكية داخل السعودية أو في منطقة الخليج بعد هذه اللقاءات وبعد الذي حدث في منتصف أبريل نيسان، هذا كله يعني الكثير. وأمامنا أكبر خطأ وخطيئة تقع أن هذه الوضعية اليوم وضعية صعبة للغاية، وأساسا فإن التحالف الأمريكي اليوم الإسرائيلي العربي كل هذا لن يفيد في شيء الأمن القومي العربي أمام الاختراق الأمريكي وأمام حصار الجيش المصري لا يستطيع أن يتحرك اليوم سنتيمترا واحدا في أي اتجاه. هذا كله لأن لا مجال لتمدد ولو بسنتيمتر واحد للجيش المصري، انتهى الدور الإقليمي لمصر. أيضا بالنسبة للسعودية لا حركة إلا من داخل الاتفاق الدفاعي مع أمريكا،
وبالتطبيع مع إسرائيل، وفي البحرين من الأسطول البحري لسنت كوم الأسطول الخامس البحري، وإلى غاية التطبيع العسكري المباشر والاتفاقيات بالنسبة للتكنولوجيا وبالنسبة أيضا للمصاد الإسرائيلي على أرض المنامة. كل هذا أمر معلوم، لكن أن نجد أن رؤساء الأركان العرب إلى جانب الإسرائيليين ودم الأطفال لم يجف بعد، ولم يستطع كل هؤلاء الرؤساء رؤساء الأركان ولم يستطع هؤلاء رؤساء أركان العرب الجنرالات الكبار للعرب وبعد لقاء مع ليفي أن يسمح بمرور الماء والدواء والغذاء للمدنيين، وهذا كله يكشف أن وضعية مأساوية حدثت أمام موقع لصالح حرب غزة. وحرب غزة اليوم كما ينظر الإسرائيليون إلى أن نهايتها ستكون نهاية الحروب في المنطقة، وسيكون هذا نهاية أي حرب لتحرير فلسطين. إذن المسألة الآن منتهية، يعني أن إسرائيل إن فازت بغزة فلن تتركها أبدا، هذا واقع الحال، لأننا أمام صفقة بهذا الشكل. وإن أغلق قوس المقاومة في هذه الظرفية انتهت إسرائيل إلى أن تأخذ كل الضفة وكل غزة، ولا مجال لغير ذلك. إذن هذا هو الوضع الذي يجعل الطيران والبحرية وغيرها كلها إسرائيلية وبموافقة مصرية سعودية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.